الله المستعان. بعضنا أحبابي صلاة الضحى، انظروا كبار السن وحرصهم على قيام الليل وصلاة الضحى. واحد من الشيبان يقول: يا شيخ والله العظيم إني صليت لله 60 سنة في القرية، في قريتي، ما ظننت أن السنة الراتبة اللي قبل الظهر وبعد المغرب والعشاء وقبل الفجر، ما ظننت أنها مندوبة، ظننتها واجبة. لي 60 سنة أتسنن على أنها واجبة، وأن قيام الليل واجب، وأن صلاة الضحى واجبة. الله يحسن عزاكم اللي ما تصلون. يقول: قلت والله لو أنك تعزينا حتى لا عزاء لنا. كان يصليها كأنها واجبة ثابتة عليه، ثم قال: يا شيخ لماذا يصلون ويهربون؟ يهربون من ربي، يصلي والتسليمة الثانية عند النعال، يا ما يستحون من الله. عطاهم وعطاهم هذا الشايب الموحد. ترى بعضنا يوم زاد علمه قلت عبادته، يا ليته ما قرأ ولا درس، كان قاعدا على العبادة الجميلة، وكان قلبه قريبا من الطاعة، وكان لسانه رطبا بذكر ربه. ولذلك تجدون أحبابي أن بعض العوام الموحدين أكثر بكثير منا يا المتعلمين، طاعة وثناء وحمد، يخافون على النعم أن تزول، وإذا رأوا كفرا للنعمة بكوا. شايب في الشرقية خرج فوجد كيس حب بر، أي قمح، موجود عند كيس الزبالة، فتح إذا هو نظيف ليس به سوس ولا حب، فجلس عنده يبكي، جلس عند الزبالة أكرمكم الله وكيس البر هذا يبكي ويرفع، يقول: أهذا يرمى يا أمة محمد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم رأى كسرة خبز في غرفة عائشة سقطت بلا علم منها، فرفع الحبيب كسرة الخبز وقال لعائشة: يا عائشة أحسني جوار نعم الله، فإنها ما ندت من قوم ثم عادت إليهم. وجلس يبكي على كيس البر اللي طلعوه الربع ما يبونه. ومن اللي يبغى البر؟ الناس يأكلوا الرز، والآن حتى الرز نصفه للزبائن أكرمكم الله. وسنأتي في آخر فصل من فصول المحاضرة في الحديث عن مظاهر كفر النعمة. أعود إذن أيها الأحباب، كل مسلم منا بحاجة إلى أن يحمد الله على عدد الأنفاس، وعلى عدد رمش العيون، وعلى عدد ما حرك الله مفاصلك. والله لو ما جاء أحد منكم الالتهاب اللي يأتي في أعصاب الرقبة هنا ما يقدر يلتفت، ما تستطيع والله أن تعيش، تتعب تريد تلتفت، تلتفت بكامل جسمك. لو أن شوكة دخلت بين أظفرك ولحمك، ما أخبار حياتك؟ تنقلب حياتك كلها عذاب. شوكة يا ابن الحلال انسها، وأنا انساها، انقلبت حياتك ألم وحرارة وطبيب ويأخذوها بمنقاشه. ما استطعت أن تتحمل شوكة، والله جل وعلا منذ أن خلقك يقلبك في النعم